نتجه الآن إلى اليمن لنستمع إلى تلاوة المتسابقة بيان حسن علي عبد الله، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم، اسمي بيان حسن علي من اليمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذن كانت هذه المتسابقة بيان حسن علي عبد الله من اليمن. كلمتكم شيخنا لبيان. بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى عليك. والله ما شاء الله بالنسبة لسنك تلاوة ممتازة، ويعني جزى الله من علمك خيرا، خاصة موضوع تخليص الحروف لما يأتي مفخم مرقق مفخم، هذا نحن نسميه تخليص الحروف، فكنت تؤدينه بشكل جيد. هذا دليل أن الذين علموك يعني قد تعبوا عليك حتى وصلت إلى هذا المستوى. انتبه إلى والأرض، لما بدنا نوقف على الأرض يجتمع ساكنان يا بنتي، راء وضاد، فلا بد من بيان كلا الحرفين. والأرض، انتبهتي؟ ما نقول والأرض هكذا كأنها مدغمة. الأمر الثاني، جنات، أتيتي بغنة قصيرة طوليها شوي. جنات تجري من إلى آخر الآية، جنة، بارك الله فيك والباقي ممتاز. وفيك بارك شيخنا الكريم، شكرا لك يا ابنتنا بيان حسن علي عبد الله من اليمن.